عائلة المصري اللي احتفت به السعودية لأنه أنقذ 10 داخل مستشفى. شفنا على طريق النت مع ابن عمي عماد بالليل اللي حصل صار حريق في مستشفى جيزان. يعني عرفتوا من خلال النت الاول؟ احنا عرفنا من خلال النت عن الحادث الحريق، لكن احنا ما عرفناش ان ابراهيم توفى الله. وطبعا ابن عمي اتصل علينا وقال ابراهيم كان بيت في المستشفى واحنا قلقانين ما نعرفش عنه اي شيء. بعد فتره بتتضح ان هو الكاميرات كانت برضه مصوره اللي هو عمله انقذ كاميرات في المستشفى انه هو انقذ 10 من الاخوه اللي في الموجودين، وكان بيجيب تاني والله يرحمه. البيبان اللي ماسك كهرباء قفل على البيبان ما عرفش يفتح وتوفى في المكان. بعد ما سمعنا التفاصيل ان هو انقذ الناس، انقذ 10، وكان معاه قريبه باينه دخل يجيبه كده في الاخر، فلما الابواب اتقفلت وحصل اختناق وكده. ابراهيم اللي شال معاه المسؤوليه، جوز اخواته الاثنين وهو ما اتجوزش الاخر. عمه هناك هو اللي قالوا لنا ابن عمه هناك وهو اللي اتصل علينا وقال لنا كده، كان ابراهيم توفى. ابراهيم اسلوبه ادب واخلاق واحترام، يعني ما فيش حاجه فيه وحشه الحمد لله، والناس كلها بتحبه، وزوج واب واخ وكل حاجه. شايل مسؤوليه البيت، كان فرد في البيت، شايل هو الكبير، هو بعد والده هو شايل المسؤوليه، وجوز اخواته وهو بعدين يتجوز. هجيب لك حاجة لو ولعب واخر مرة لما جه لعبنا مع بعض. بابا مات شهيد، وميقولوله هو بطل، وميقولوله برضك الله يرحمه، وميقولوله دخل الجنة.